السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان وفيديو جديد. ومعانا النهاردة في الفيديو شيماء صابر وبتعلن عن صفقات مهمة للنادي الزمالك. هنشوف شيماء صابر هتقولي ونرجع لحضراتكم في آخر الفيديو. اخبار نادي الزمالك، وخلاص اصبح عماد نبيل دونجا لاعب نادي بيراميدز على بعد خطوه واحده ان هو ينضم لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي اللي جاي. قرر دونجا ان هو يرحل القلعه البيضاء بعد المفاوضات اللي جرت ما بين اللاعب وبين مسؤولين نادي الزمالك في الساعات اللي فاتت دي، وتم الاتفاق خلالها على تفاصيل التعاقد. رحب مسؤولين بيراميدز برحيل اللاعب في حال وصول عرض يتناسب مع اداره النادي الازرق، ومن المتوقع ان يتم الاعلان رسميا عن الصفقه دي في الايام اللي جايه في حاله الاتفاق بشكل نهائي على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة. لسه مكملين معاكم مع صفقات نادي الزمالك، وقرب مسؤولين نادي الزمالك ان هم يحسموا صفقة نيجيري جون ايبوكا لاعب الفريق الاول لكرة القدم في انفي خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية. حصل امير مرتضى منصور على توقيع المهاجم النيجيري خلال الايام اللي فاتت دي، ومن المتوقع انها تشهد الساعات اللي جاية تطورات في المفاوضات ما بين الناديين، وطبعا بشأن حسم الصفقة. وتألق ايبوكا بشكل لافت للنظر في دوري الموسم الحالي، وده اللي خلى بعض الانديه عندها رغبه انها تحصل على خدماته، واكيد من بينهم الاهلي والزمالك. بيسعى نادي الزمالك ان هو يدعم صفوفه بعد انتهاء العقوبه اللي وقعت على النادي في الميركاتو الشتوي الماضي بعدم التعاقد مع اي لاعب. بنروح بقى معاكم لمباراة الاسماعيلي وبيراميدز، واللي هتكون مواجهة من العيار الثقيل ما بين الفريقين، وبيحتل الاسماعيلي المركز ال 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد ما لعب 24 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات، وسجل لعيبته 20 هدف وتلقى شباكه 27 هدف. وفي المقابل بيحتل بيراميدز المركز الثاني بعد فوزه في فوز الثمين على حساب النادي الاهلي في الجوله ال 25 من عمر المسابقه. بيدخل كمان الاسماعيلي المواجهه دي بمعنويات مرتفعه بعد مواصله مسيره الانتصارات بحصد الفوز الثاني على التوالي قصاد فريق فيوتشر بنتيجه هدفين مقابل هدف. بيراهن كمان اليوناني تونس المدير الفني لبيراميدز على خبره لعيبته عشان يوصلوا المنافسه على الدوري. بيتصالح كمان بمعنويات كبيره جدا بعد ما نجح ان هو يحقق الانتصار على النادي الاهلي. كمان نجح مسؤولين فريق أسوان إن هم لسه مكملين معاكم اخبارنا، وهنروح بقى لنادي الزمالك واللي عنده مباراه مهمه قصاد فريق سموحه الليله. وزي ما احنا عارفين نادي الزمالك بيسعى ان هو يواصل سلسله الانتصارات، متسلح كمان بالفوز المعنوي اللي حققه على النادي الاهلي في كاس مصر واقتناصه للقب الغالي. بيحتل نادي الزمالك صداره جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطه، وبيحتل نادي سموحه المركز الخامس ورصيده 39 نقطه. المتوقع ان هيدخل المدرب البرتغالي جوزبالدو غريرا المدير الفني لنادي الزمالك مباراة سموحة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى عواد، في خط الدفاع الونش حسام عبد المجيد المثلوثي، في خط الوسط عبد الله جمعة محمد عبد الغني رؤى أوباما، وفي خط الهجوم زيزو ونيمار وسيف الدين الجزيري. تعليقا على كلام شيماء صابر في الفيديو ان نادي الزمالك اقترب من حسم صفقة النيجيري ايبوكا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي انبي، والتعاقد معاه هيبقى بداية من فترة الانتقالات الحالية. وعلم النادي الزمالك واتم اتفاقه مع اللاعب على جميع النواحي المادية، وده طبعا برئاسة المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك هو امير مرتضى منصور، بعد ما ابدى اللاعب رغبته برضو في اللعب للفريق الابيض مطالبا بالتواصل مع النادي البترولي من اجل حسم الصفقة. كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان مسؤول الابيض تواصلوا بالفعل مع نادي انبي، وبيتم حاليا التفاوض على المبلغ النهائي، خاصة وان انبي بيطلب مبلغ مليون دولار لترك اللاعب، وهو ما يراه مسؤولي الزمالك مبالغ فيها، ويتبقى للاعب نيجيري موسم في عقده. يترقب مسؤول نادي الزمالك موقف النادي الإسماعيلي من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف قيد الدراويش بسبب مستحقات مالية متأخرة للاعبه التونسي السابق سعد الجزيري،
وفقا للمعلومات الواردة من الزمالك فإن اتفاقا سابقا تم بين الزمالك وعبد الرحمن مجدي لاعب الوسط بفريق الإسماعيلي لانضمام اللاعب لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل. وقال مصدر مطلع بنادي الزمالك ان ادارة الاسماعيلي مش بتظهر اي معارضة بخصوص بيع اللاعب لنادي الزمالك بعد نهاية الموسم من الاستفادة المالية، حيث يعاني الاسماعيلي من ازمة مالية ستنعش خزينة النادي في حالة بيع عبد الرحمن مجدي. أضاف المصدر أن العلاقة الطيبة التي تربط بين يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي وبين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتدفع نحو إنهاء الصفقة لصالح الزمالك، وإن قرار إيقاف الإسماعيلي من قيد لاعبيه من شأنه تعطيل انتقال اللاعب لصفوف الزمالك أو هيزيد من صعوبة الأمر باعتبار إن الإسماعيلي في الحالة دي هيكون في أمس الحاجة لكل العناصر بفريقه، وده هيبقى لتعويض عدم التعاقد مع صفقات جديدة. وأشار إلى أن إدارة الزمالك بتترقب الموقف في قلعة الدراويش خصوصا في ظل تأكيد يحيى الكومي بأن القرار مرتبط بدفع مستحقات اللاعب التونسي وفي الحالة دي هيتم إلغاء قرار الإيقاف. وكان خالد زين نائب رئيس الإسماعيلي أعلن أن إدارة الإسماعيلي طعنت على قرار إيقاف القيد لدى المحكمة الرياضية الدولية وتم إلغاء قرار إيقاف القيد وجاري التفاوض مع اللاعب لتسوية مستحقاته لدى الإسماعيلي واللي بتبلغ 374,000 دولار. بيتلقى الزمالك مع فريق فيوتشر الخميس ان شاء الله المقبل ضمن مباريات الجولة 27 لبطولة الدوري العام عند 9 مساء بتوقيت القاهرة. وحقق الزمالك فوز غالي على حساب فريق سموحة في المباراة اللي جمعت الفريقين امس بهدفين نظيفين احرزهم احمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري، وبكده ارتفع رصيد الزمالك ل60 نقطة وبيواصل الفريق تصدره مسابقة بطولة الدوري العام.